يا دكتور، بمعنى أنه سد الفراغ عند المرأة يكون بأشياء مادية، كيف يمكن استثمار ذلك الوقت بأشياء غير مادية؟ يعني هو أولا لكي تستثمر وقتها وتسد الفراغ، أولا عليها أن تعمل قلبها. إذا القلب عامل بذكر الله عز وجل أصبحت كل الحياة في صالحها، لأن العبادة لما عرفها العلماء ما هي العبادة؟ هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه كلها عبادة. يتحول نومها عبادة، طبخها عبادة، ضحكة يعني ابتسامتها مع أولادها ولعبها مع أولادها عبادة، كل هذا يتحول إلى عبادة. لما يكون هناك استشعار حقيقي، لما يكون إيمان في القلب موجود، فيتغير الوضع، فتصبح الأشياء المادية حقيقة جزء من سعادتها وسد فراغها. أعطيك مثال اليوم، المرأة قد يكون عندها هواية، هذه الهواية عبارة عن حرفة مفيدة لها، يعني قد تكون عندها خياطة، صناعة، بعض يعني بعض الأعمال اليدوية التي تستطيع أن تعملها، وتجد يعني متعة لها، متعة وهي تقوم بهذا العمل. هذه المرأة التي تعلقت بهذه الهواية هي في البيت تقوم تطبخ، لكن أول ما تشعر بأن عندها يعني ساعة تقوم بهذا العمل اليدوي. لماذا؟ لأنها تعلقت به، أحبت هذا العمل، وهذه ما عندها فراغ، يعني ما تشعر بالفراغ، تشعر أن لها وظيفة تقوم فيها. أنا أريدها أيضا تستشعر العمل للآخرة والذي يغير حياتها تماما في الواقع. فكل ممارسة لها مع هذا الإيمان الذي يعمل القلب ستجده يعني يدخل عليه السعادة. وكل ما تنوعت هذه الممارسات كل ما كان أنشط لها في الحياة، حتى لا تمل النفس.